بدأ يتراجع شوية مفهوم الهالود سمايل، وبدأنا نعمل ألوان أكثر طبيعية. كل الناس تلاحظ إن ابتسامتي حلوة، بس محدش يعرف أنا عملت إيه. التقنيه اللي صلح بيها الانسان سنانه ده فن وموهبه مهمه جدا. كل حد ليه البصمه بتاعته وليه الابتسامه الصحيحه بتاعته. مين الناس اللي فعلا الانتجان تحللهم مشاكلهم؟ اكترها بتبقى مشكلات اوجاج الاسنان المزمنه. الدكتور محمد عاطف، استشاري تجميل وزراعه الاسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان. أهلا بكم، النهاردة حلقة مهمة جدا جدا. سناننا لونها بيتغير يا جماعة في مصر، لأن احنا بنعمل حاجات بتغير لون السنان. التدخين، الناس اللي بتدخن، شرب شاي والقهوة. شاي والقهوة احنا بنشربهم بطريقة غلط، يعني الانسان الطبيعي او الناس العاديه في العالم مفيش حد في العالم بيشرب 7-8 مرات شاي في اليوم، مفيش كده. الا مهملين في صحتهم بره. شاي هناك كاب اوف تي، ده اللي هو كاب اوف تي، ده زي القهوه كده، فنجان قهوه. ومش كل الناس بتشرب قهوه على فكره بره في العالم، لكن القهوه بالنسبه لهم ليها وقت، مره واحده في اليوم، فنجان واحد في اليوم، الناس اللي بتحبها. الشاي برضو الكلام ده مهم قوي. هنا احنا في ناس بتضرب 15 كوباية قهوة في اليوم كل شوية، شاي. في ناس بتشرب 10 مرات قهوة في اليوم، ده نصيبة سودة. تغير سنانك، هتغير سنانك، هتغير لون السنان، هتأثر عليها. اللثة هتتغير، اللثة بتتغير بأشياء كتيرة جدا، تدخين، تصبغات، أدوية غلط بتعمل ألوان في السنان وفي اللثة. برضو اللثه مظلومه في مصر. تلاقي المريض رايح الدكتور، انا عايز اتظبط لي اسناني وبتاع، طب اللثه فيها يا باشا؟ بس خلينا في السنان، لثه ايه؟ اللثه بتبان. مين اللي قال لك اللثه ما بتبانش؟ في ناس كتير عندها كمان الابتسامه اللثويه مش دارينا بيها. فده محور النهارده حوارنا، لانه النهارده هنتكلم على ازاي نتعامل مع مشاكل الاسنان. الفينير، هذا الاختراع الرائع وهذه النقلة الرهيبة جدا في عالم الأسنان اللي بتحافظ على جزء كبير من الأسنان مع إعطاء شكل رائع للأسنان بدل ما نعمل كراون كامل. الفينير دورها كلام مهم جدا. الحقيقة ضيفي بينتمي إلى النوعية التي أفضلها دائما، النوعية الأعلى تفضيلا بالنسبة لي. كل زملائي بفضلهم، لكن في أعلى تفضيلا، الهدوء الرائع، شرح التفصيل العلمي الدقيق، الكونفرميشن بكلينيكال كيس، يعني نظري وعملي في نفس الوقت في عالم طب الاسنان المبدع جدا الان، واللي اعتقد انه احنا في الفتره القادمه سنسعد جدا بعلم طب الاسنان بضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد عاطف. اهلا بك. اهلا دكتور ايمن، بتشرف ان انا اكون دايما معاك. انا بقيت دكتور سنان بالانتساب. دكتور سنان محترف كمان. اهلا بك. هبدا طبعا انا طرحت 3-4 مشكلات، بس هبدا بالفينير. الفينير زي ما بيقولوا لها بريق رهيب، لها قوه كمان في 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 في, في التواجد في الماركت الان. ما هي الفينير؟ الفينير ظهرت كحاجه من الاحتياجات بتاعت المريض، ودايما احنا يعني بنكون مرنين، ودايما بيكون عندنا التنوع في الخطط العلاجيه المختلفه عشان تناسب احتياجات الحالات المختلفه. فلما ظهر جزء كبير من الحالات بسبب زي ما حضرتك ذكرت الافراط في الكافيين او الافراط في الشاي او الافراط حتى في التدخين، وده بقى كتير جدا في مجتمعنا للاسف يعني، فظهرت الحاجه الى عمل شيء يقدر يغطي الاسنان بشكل جيد ويديها الابتسامه البراقه كان الحاله دي مش بتشرب اي حاجات من الحاجات اللي ذكرناها، ويفضل ده دائم لمدى زمن كبير جدا. الحقيقه الفينير هو عباره عن غطاء بيغطي الاسنان من جهه واحده فقط، وهي الـ 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 الجهه الخارجيه للاسنان، مش بيغطي السنه بشكل كامل. ومن الاخرى لان يعني احنا بنهتم دايما ان الناس بتبقى يعني عارفه المصطلحات بشكل جيد، وهم بالفعل بقوا عارفين، احنا سمينا الفينيرز لينسز.
وسميناها قشور خزفية وسميناها قشور تجميلية. الحقيقة الأربع مسميات دول هي مسميات لشيء واحد فقط، وهو شيء بيغطي الأسنان من الجزء الخارجي فقط، وبيتميز بحاجات بقى هنتكلم عنها دلوقتي. الفينير ميزتها أنها الأقل في التحضير، صح كده؟ بالضبط كده. وفي هنا نقطة مهمة جدا، زي ما احنا شايفين في الصورة الدياجراماتيك اللي قدامنا، ان في برد خفيف للأسنان. عايز اقف عند دي لسبب، لان جزء كتير يعني من الماركتنج او الشركات اللي بتعمل ماركتنج للفينيرز بتقول نو بريب نو شوتس نو تايم، يعني بيقولوا نو 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 تلاتة نو كده. الحقيقة الكلام ده غير علمي تماما. الفينيرز بتحتاج الى برد، وان كان اقل بكثير من التاج، ولكنه في النهاية بتحتاج برد. والا لازم نبقى فاهمين ان مهما كان سمك الفينير 0.3 مثلا زي ما الناس بتتكلم دايما، هو فعلا بالفعل 0.3 في الاي ماكس مثلا، بس كمان بنتجاهل وبننسى احيانا سمك الجلو او السيمنتيشن احنا بنسميها علميا، يعني اللي هو الماده اللاصقه اللي هتلزقها عليها. فبيوصل الاجمالي اكتر من 0.5. لو ما بردناش في الاسنان هيبقى ده بارز للخارج، ودي روتين كيس بتشوفها في الكلينيك، انها بتكون عامله فينير وحاسه ان هما بارزين للخارج، ده بيكون السبب. استخدامتها ايه الفينير؟ الاستخدام الاساسي هو استخدام تجميلي. ف بنتكلم على الديفرنت كيسز التجميليه او الحالات المختلفه اللي ليها احتياج تجميلي. فيمكن من اشهر الحاجات تصبغ الاسنان بحاجه اسمها التتراسايكلين ستين. دي من الحاجات اللي كانت شهيره في فتره من الفترات، ان كان الناس اللي بتاخد ادويه بتحتوي على ماده التتراسايكلين بيحصل تصبغ دائم لطبقه المينا الخارجيه. فحتى التصبغ بمادة التتراسايكلين غير قابل للتبييض باللي هو تبييض الليزر والمواد المبيضة العادية. فكان لازم نعمل للحكاية دي ماسكينج، نركب ماسك للتوث دي او للسنة دي بحيث ان هي تظهر بمظهر مختلف. دي واحدة من الاستخدامات. وفي عندنا مجموعة من الحالات هنشوف فيها حاجة زي كده، ويمكن لو في عندنا كمان اعوجاجات طفيفة في الأسنان. وهنا عايز يعني هايلايت كلمة طفيفة. كلمة طفيفة هنا معناها ان الاعوجاجات الشديدة مش هتقدر تتحل بالتيجان. فيمكن دي حالة من الحالات اللي قدامنا فيها لون غامق في الأسنان. الحقيقة هو كمان جيناتيك اكتر، يعني مش ناتج عن مشكلة معينة، ولكن لون مادة أسنانها غامق مع محاولات التبييض كمان مش افكتيف بدرجة كافية. فاللي عملناه في الحالة دي هو اننا غطينا الاسنان بالكامل بالفينير. وبحب دايما اشبه بالفينير بفكرة الستات كلها عارفينها اللي هي الاكريليك نيلز. بيعملوا ضوافر الستات اللي تروح تعمل الاكريليك نيلز، ضوافر صناعي كده، وبتتحط على السطح الخارجي للضفر. دي نفس الفكره، ولكن طبعا دي من مواد مختلفه وكاستمايزد اكتر او معموله اكتر للحاله، حاله بحاله يعني. نشوف الحاله الثانيه برضو للفينير. الفينير حالاتها بتحكي. صحيح. يعني احنا لما نيجي نشوف دي، طب دي ايه؟ دي كانت كويسه الصوره فوق. بالظبط كده. بالظبط. يعني طبعا هي تحت مذهله، لكن بالزبط. فوق في الترند يا دكتور ايمن بتاع الهوليوود سمايل، كل الستات جات لها نقدر نقول المانيا بتاعت انا عايز اعمل سناني زي اسنان النجمه الفلانيه واسنان الممثله كذا. ف ده واحد من الانديكيشنز او واحد من الاحتياجات، ان احنا نجمل سناننا ونفتح لون سناننا بشكل طبيعي، وهو لا يتنافى تماما مع الشيء العلمي. الحاله دي لو بصينا في البيفور بتاعها هنلاقي ان في فراغات بسيطه ما بين الاسنان، عشان كده بقول بتصلح المشكلات التقويميه البسيطه. زائد ان كان عندنا برضو مشكله شويه في نفس الحاله اللي فاتت. لا دي حاله ثانيه. يعني اللي فاتت. طب اللي فاتت دي معلش نرجع للي فاتت. لانه احنا ما قلناش اللي فاتت كان فيه ايه. اللي فاتت يعني كمان بسيط. بالظبط. على فتحنا الاسنان بدرجه افتح من لون اسنانها العادي، يعني يجيب جص كده جايلك لكده بس كده. وده انديكيشن مهم، يعني احنا ما ينفعش نتجاهل احتياجات
الحالات مهما كانت بسيطه طالما قابله للحل يبقى نحلها طبعا ونخليهم اكثر سعاده. يعني دي كانت راي بس عشان تفتح بس انت عملت لها حاجه لطيفه برضو جدا يعني معلش شيء وشيء يذكر. كان في عيوب في اسنانها انت ظبطتها لها حاجات طفيفه برضو عيوب غير قاتله يعني في سنه مثلا في اليمين بارزه بشكل طفيف قوي ظبطناها الكيرفات بتاعت السنان خليناها فيمنين اكتر يا سلام عليك سوية أكتر. سلام لي والله كنت اقول يا ريت قلتها اديتها كانت هي اسنانها رجوليه شويه بالظبط اصليه يعني تحس لو انت طبعا انت واحد يقول ايه اللي فوق دي رجوليه ده يا عم السنان انا قصدي على السنان ما تبقاش السنان هي اللي رجوليه لا هو الحقيقه يعني بنحترم جدا اهتمام الناس بشكلهم واحتياجاتهم التجميليه المختلفه فيمكن برضو دي واضحه مشاكل كتير مشاكل لثويه مشاكل في اللثه واحتاجنا نعمل اجراء في اللثه طبعا وبعدين كمان الفروق اللي ما بين الاسنان اللي يمكن اظهرها او اكتر حاجه ظاهره فيها الميد لاين ديستما او الفلجه المنتصف اللي اتحلت تماما بالفينير يبقى احنا ينفع نعمل ترانسفورميشن او تغيير كامل للحاله من اللون الغامق ومشاكل اللثه والحاله دي يمكن كانت بتاخد ادويه مغيره حاله الاسنان بدرجه يعني غير عاديه الاسنان اغمقت جدا لانها كانت بتاخد ادويه الحقيقه من الانواع اللي بتغير كتير في لون الاسنان زائد المشكله الثانيه اللي دايما بحب اتكلم عنها اللي هي الجامي سمايل او الابتسامه اللثويه فالحاله دي مرت بمرحلتين المرحله الاولى ان احنا عملنا جراحه بسيطه في اللثه كده وبعديها باسبوع عملنا الفينيرز والحاله كلها خلصت في اسبوعين يبقى الاحتياج التجميلي هنا كان ان انا اعمل الهاليود سمايل الابتسامه الهاليوديه الجميله زائد اني كمان اتعامل مع الابتسامه اللثويه. هنا ضربنا عصفورين بحجر واحد وخلي بالكم في مجموعات كثيره من الادويه تعمل مشكلتين واحده في الجم واحده في السنان. بالظبط دي اصعبهم رأيك. دي برضو كانت من الحالات اللي عندها اعوجاج في الاسنان شويه عندها مسافات بين الاسنان السفليه شويه وبرضو كل ده قدرنا نحله. هو على فكره كتير الحالات بتيجي بيبقى عندها بس هاجس ان هي تعمل الهالود سمايل ما بيبقاش كمان عندها فكره ان مشكله الاعوجاج او مشكله الفلجات دي ممكن تتحل ففي الاسنان السنتين العلويتين فيهم واحده مايله الناحيه الثانيه شويه كده دي اتحلت تماما برضو بالفينير زائد البونس بقى اللي هو الهالود سمايل او الحاجه الاضافيه التي اضيفت لها. السؤال اللي جاي برضو هل الفينير بما ان احنا اتكلمنا عنه حالاته كده في ناس كتير هتجيلك وتقول لك انا عايز اعمل فينير الناس دي بعضها يصلح له فينير وبعضها لا يصلح له فينير طبعا لكن انا اللي شايفه كويس جدا في الماركت ان كل الناس اللي عندها اي مشكلات عقلها بيتجه الى الفينير كاوبشن 1 صحيح الناس دايما عندها ميل لعمل الاجراء الاقل تدخلا ايوه بالظبط بس في النهايه احنا عايزين نتيجه معينه النتيجه هنحققها سواء بالفينير او سواء بالكراون ده اللي هيحدده طبيب الاسنان ففي الاعوجاجات الشديده مثلا وعندنا بعض الحالات لهذه المشكلات يعني الحالات زي حاله زي كده الحاله دي ما كانش ينفع تعمل فينير باي حال من الاحوال بسبب شده اعوجاجات الاسنان اللي عندها طيب نتعامل مع الحاله ازاي كان بشكل حتمي لازم نعمل اولا اجراء في اللثه عشان نوحد مستوى اللثه ثانيا نعمل التيجان اللي هي فيها برد كامل للاسنان او برد من جميع الجهات بالمعنى ده وبعدين عملنا الاسنان هنلاحظ ان هي بقت فيها سيمتريه اليمين زي الشمال بالظبط زائد ان احنا فتحنا اللون بدون ان يشز ودي حاجه مهمه جدا بدون ان يشز عن الفك السفلي يعني احنا حلينا هنا المشكله يمكن يعني الحاله ممكن تروح تقويم برضو بس مش هيحلها بالشكل ده لان هي لو حتى الاسنان اترصت بشكل جيد مش هيدي بياض بتاع الاسنان والسيمتريه بتاعت الاسنان بالشكل ده. هل هناك برضو دي حاله تانية دي حاله تانية
احنا ممكن نفاجئ يا دكتور ايمن نلاقي حاله زي كده جايه الكلينيك تقول لو سمحت انا عايز اعمل فينير عشان سنه كسر. حضرتك دماغه ازاي ان في النهايه انا لازم هو غير متخصص هو يطلب اللي هو عايزه يعني واحنا نعمل ما يسمى يعني لما كنا بندرس بره في حاجه اسمها كيس ديفنس يعني بتدافع عن العلاجيه بطريقه معينه. فيقول لك هو ليه ما ينفعليش فينير؟ نقول له ما ينفعش فينير عشان 1 2 3 عشان فيها حشوه كبيره، عشان فيها معدل تسوس عالي جدا، عشان هي قابله للكسر، عشان التسوس ممكن يمتد تحت الفينير. ففي النهايه هو غير متخصص بس هو شايف ان الاجراء اللي ممكن يعمله دخل على النت كده وشايف ان هو ممكن يعمل فينير، فاحنا يعني حقه علينا ان احنا نوجهه التوجيه السليم ونعمله الشغل المظبوط. فالسنتين الاماميتين في الحاله دي ما كانش ينفع يتعملوا فينير خالص، عملناهم تيجان ودي برضو النتيجه. يعني المفروض يكمل سنانه بقى الراجل الطيب الحلو ده. والله برضو هو يعني دايما الاحتياج التجميلي لازم يبقى نيجوشيبل بالمناسبه، يعني قابل للتفاوض تماما. والله يا دكتور انا هكتفي بان يعني انا هبقى ممتن جدا لو السنتين الاماميتين دول بقوا لطاف، بقى تمام زي الفل. احنا بنريكومند طبعا ان احنا نعمل كل الاسنان، ولكن في النهايه الاحتياج التجميلي او احتياجه هو الشخصي هو اللي بيحدد، فدايما الاجراء التجميلي هو اجراء قابل للتفاوض. احنا مثلا الفلجه الكبيره جدا بالظبط كده الحاله دي ما كانش ينفع تعمل فينير خالص. لو راحت تعمل فينير، وبالمناسبه في ناس بتجترئ ان هي تعمل لها فينير، يعني تعمل دي فينير فنفاجئ اوت كام نفاجئ بالسنتين الاماميتين كبار جدا، لان هو بالظبط كده لان زي اسنان الارانب بالظبط بالظبط. ده اسنان الارانب تبقى حاجه لطيفه على فكره. تعرف يا دكتور ان في ناس بتطلب تعمل انا عايزه السنتين زي الارنب اكثر طولا، وده ليه برضه تاصيل علمي. واحده من انواع الابتسامات حاجه يعني كنا زمان في التقسيمات القديمه بتاعت شكل السمايل يقول لك في حاجه اسمها سوفيستيكيتد سمايل، الابتسامه الذكيه، الاسنان بتكون مرصوصه قوي، الابتسامه السبورتي او الرياضيه، دي السنتين الاماميتين بيكونوا اطول شويه، وبعد كده في حاجه اسمها الهوت سمايل. الهوت سمايل دي كانت بتبقى السنتين الاماميتين اكثر طولا. فكان دايما التحكم في شكل الابتسامه بيبقى عن طريق السنتين الاماميتين فقط. طبعا الكونسبت ده راح بقى من زمان يعني، ولكن ستيل يعني ايه موجود في اذهاننا. هو ده على فكره ده كان بيتعمل في الخمسينات، لو رجعوا للناس الستينات والخمسينات والسبعينات، لو رجعوا الناس في الخمسينات والستينات لاشكال الابتسامات اللي كانت بتتعمل للنجوم الممثلات في الوقت ده هياخدوا بالهم من الهوت سمايل، من سبورت سمايل في الستينات اواخرها. صحيح، هياخدوا بالهم بقى اليزابيث سيلور شكلها كان عامل ازاي. صحيح. جودي براس، الناس اللي هي اللي كانت موجوده في الوقت ده. طول عمرنا بنتعامل مع ال ال فلجة الاسنان على انها من الحاجات الجميله، كان يقول لك افلج ابلج افلج، يعني فيلم عبد الرب الشداد بالظبط كده، قال له قول له افلج. ايوه بالظبط، حضرتك فاكر الفيلم. فافلج كانت من صفات الجمال على مدى زمني كبير جدا، ولكن هي في الواقع هي مشكله مش فقط تجميليه، هي كمان مشكله وظيفيه. دخول الاكل بيعمل تسبب في جروح، بيسبب في ضعف الانسجه الداعمه. طيب دي حاله ثانيه برضو ما كانش ينفعها فينير تماما. ليه ما ينفعش؟ قبل ما نروح للحاله دي، مين اشهر واحده كان عندها فلجه سنان في الممثلات القدام قوي؟ اشهر واحده ممكن فاطمه رشدي. اوكي، فاطمه رشدي لو شفتها فلجه سنان كبيره. اوكي. بس لا كتير ممثلين دلوقتي بس فيلمين او ثلاثه بس كانت نجمه مسرح كبيره يعني. فاطمه رشدي بس مع يعني مع يوسف وهبي فيلم رائع جدا يعني. فالفلج في السنان بتاعتي كانت مميزه، كانت مميزه جدا، تعتبر علامه يعني. كانت مميزه. دي حاله صعبه برضه من الحالات اللي ما كانش ينفعها فينير تماما. ليه؟ لان في عندنا معدل تسوس عالي، وهو المفتاح هنا. يعني طب ما نعمل فينير وخلاص. لو عملنا فينير وخلاص احنا بنقول الاسنان ان هي ممكن تسوس تاني بجانب او تحت او بجوار الفينير، لان في معدل تسوس عالي وفي ضعف في طبقه الميانه الخارجيه للاسنان. فالحاله دي كان لازم تتحل بالتيجان. طبعا شيء رائع جدا عرضك للحالات، هي متميز قوي 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 في انتقالك من حاله الى حاله وربط الحالات. صعب جدا يا جماعه ان احنا نقعد في وسط حالات كتير عاملين ايه فهرس لحالات خاصه بالمشاكل الخاصه بالتيجان وعكسها. طب الابتسامه اللثويه، تعالى ننتقل الى منطقه اكثر صعوبه. الابتسامه اللثويه هي ابتسامه تظهر فيها اللثه،
يأتيك المريض ربما بالطلب الصحيح الابتسامة النسوية، أو يأتي لسبب تاني بس أنت تلاحظ عنده الابتسامة النسوية. عايزك تشرح لي الحتة دي. الحقيقة لحد مدى زمني قريب جدا، يعني بنتكلم في few years ago، كان مشكلة الابتسامة النسوية الناس بتتعامل معها لأن ما فيش ليها حلول. والحقيقة احنا اشتغلنا على الموضوع ده بقوة لأن ده كان احتياج لناس كتير. فبدأنا نشوف الطرق المختلفة لمشاكل الابتسامة اللثوية وسببها، لأن الحقيقة الابتسامة اللثوية ملهاش سبب واحد، هي يمكن نتيجتها واحدة إن بتظهر جزء زيادة من اللثة، بس ممكن يكون عندنا مثلا شورت ليب، يعني شفة قصيرة بالمقارنة بالفك اللي تحتها، ده سبب. وممكن يكون عندنا حاجة اسمها هايبر موبايل ليب، يعني شفة سهلة الحركة بفعل التو ماسلز أو العضلتين اللي موجودين بجوار الأنف اللي اسمهم ليفيتور ليباي سوبريورز، وطبعا في اثنين تانيين اسمهم ليفيتور أنجيولاي أوريز. بغض النظر عن عضلات وجهية مهمة جدا بتحرك بتحكم في حركة الشفة الأمامية الفوقانية، العضلة اللي هي بترفع الشفة لفوق كانت بشكل أساسي وبشكل رئيسي هي المسؤولة عن الهايبر موبايل ليب أو الشفة المفرطة، الشفة مفرطة الحركة اللي بتظهر اللي فوق. زائد سبب ثالث زي ان يكون عندنا تقدم في الفك العلوي، زي ان يكون طبعا تقدم الفك العلوي هيخلي الشفة تنسحب لفوق فتظهر الابتسامة اللثوية. في النهاية عندنا مجموعة من الأسباب، كل سبب وليه طريقة علاج مختلفة، بس الحقيقة احنا كان عندنا احنا حاطين الحقيقة مجموعة من الصور بتتكلم عن الطرق الحديثة كمان في الجامي سمايل، لان كان زمان الطرق القديمة بتعتمد على جراحات عظمية شديدة فقط، كان ده بيخلي الناس يعني يتعاملوا مع الموضوع على انه يعني جراحة غير عادية. يعني لازال طبعا في بعض الحالات اللي بتحتاج جراحات عظمية، ولكن بالطرق الحديثة اللي زي الحالات اللي هنشوفها دلوقتي بقى التداخل أقل بكتير. فواحدة من الحاجات مثلا كان عندنا البوتوكس. البوتوكس احنا اكتشفنا ان البوتوكس ده بيسموه كده بالمصطلحات temporary muscle relaxant، يعني حاجة مرخي للعضلات مؤقت، باسطة للعضلات بشكل مؤقت. المؤقت بتاع البوتوكس ده بيوصل لست شهور. فلما جينا نبص على زي ما احنا شايفين الاماكن بتاعت الحقن بتاعت البوتوكس، في كل منطقة من المناطق دي بنحقن من 2-4 يونتس. الدكاترة اساتذتنا دكاترة الجلدية احنا بنقول لهم ان الحتة دي بتاعتنا. فالجامي سمايل فالجامي سمايل الحقيقة يعني جزء اصيل لدكاترة تجميل الاسنان. فبنحقن في لا مفيش خناقة ولا حاجة، مفيش خناقة، بس يعني احنا ريليتد ليها اكتر. هو بامانه يعني مفيش حد عندنا في التجميل يتكلم على الابتسامه اللثويه خالص. تمام. قليل. ف يمكن لو بصينا في الحاله هنلاقي ان في اللب بالفعل نزلت شويه بفعل البوتوكس 2 يونت في كل جنب، فنزلوها بشكل معقول. تحتاج تعمل الاجراء ده كل 6 شهور. يعني انجكشن او حقن طفيف جدا في الجنبين بيحل المشكله. عندنا برضو حاله تانية بتتكلم عن البوتوكس والتعامل مع الابتسامه اللثويه. بالظبط كده. الابتسامه اللثويه بتدي احساس بالطفوله كتير كمان. لو شكل الاسنان بيساعد على ده. لو شكل الاسنان كمان بيدعم فكره هو احساس الطفوله طبعا بتؤثر ذلك. يعني واحده ابتسامه لثويه بتدي احساس بالطفوله وبالعدم الذكاء، يعني للاسف يعني الحته دي ده الانطباع اللي مش عارف هم يعني كانوا بيسموه يعني ايه دك فيس، يعني شكل زي البطه كده شويه. يعني تحس ان في مشكله في الاستيعاب. بالظبط بالظبط. يمكن اساتذتنا دكاتره الجلديه بيلجاوا الى حاجه ثانيه كمان بيتعاملوا بيها مع الجامي سمايل لما حد بيروح يشتكي منه، اللي هم بيزودوا بقى الفوليوم بتاعت اللب، فبيزداد سمكها شويه. عندنا طريقه اخرى من طرق حل الابتسامه اللثويه، وهي حاجه اسمها مايوتومي سيرجري. بقينا نعمل
يعني زي قص للعضلة طفيف جدا في العضلة اللي هي مسؤولة عن رفع الشفة. فلو بصينا في الصورة دي هنلاقي الصورة اللي على اليمين فيها الاثنين ماسل اللي هم بيبقوا تحت الجلد تماما اللي مسؤولين عن رفع الشفة في حالة الهايبر موبايل لب او الشفة اللي بتزيد قوي رفعها مع الابتسامة. فالمايوتومي او قص العضلة دي بيعمل استرخاء كأن ستارة بالظبط كده وقصينا الحاجات اللي بتشدها الستارة انسدلت تماما وبقت الابتسامة زي ما هنشوفها. دي واحدة من الحالات اللي اتعملت بالمايوتومي سيرجري. فرق كتير جدا. طيب النتيجة بتاعت دي غير البوتوكس. البوتوكس يمكن بيقعد من 4 لـ6 شهور كنتيجة ملحوظة. المايوتومي سيرجري لا دي بيرمننت لان او دائمة لان دي خاص العضلة ما عادش بتشد بس. فده ببساطة. الحقيقة كان في اجراءات جراحية تانية بدأت تتراجع بدرجة كبيرة لان موضوع الجامي سمايل اخد كتير جدا في الفترة الاخيرة. ولكن هي دي الحالات الاشهر. ويمكن في كمان الطريقه الثالثه اللي انا بحبها جدا واللي هي اكثر شهره الحقيقه اللي هي اسمها استطاله اتجاه او بنسميها بالمصطلحات يعني كراون لينثنينج سيرجري. ودي بتبقى بطول اتجاه بالظبط كده. دي بنستعملها في حاله ايه؟ في حاله الشورت لب لما بيكون عندنا الشفة قصيرة بالمقارنة بالفك. فلما بناخد جزء من اللثة ده بيساويهم ببعض فبتبقى الابتسامة ظاهرة بشكل كويس. وده برضو حاطين لي هنشوف برضو الطريقة الثالثة بقى. دي الطريقة احنا خدنا طريقة اولى طريقة تانية وطريقة ثالثة. الطريقة الاولى البوتوكس، الطريقة التانية قطع العضلة بالزبط. والطريقة الثالثة استطالة التيجان. استطالة التيجان. استطالة التيجان بالظبط كده. اوكي دي استطاله التيجان. استطاله التيجان احنا بناخد جزء من اللثه بالشكل ده. وهنا ده يمكن تب هتبقى مهمه لشباب الاطباء زمايلنا واخواتنا ان استطاله التيجان بتختلف عن قص اللثه في ان لازم نشيل جزء من العظم الانفستنج للثه طبعا علشان ما يحصلش ريلابس. ايه اللي يمنع اللثه تاني ان هي تنمو لهذا المستوى من جديد؟ ان احنا هنشيل العظم اللي هي بتنمو عليه. أوكي. تمام. فبيحصل الشكل الشكل الدائم. دي حاله صعبه دي بالظبط. السيفيريتي بتاعت الحاله او درجه صعوبه الحاله في حاجتين هنا. احنا لو بصينا كمان للصوره العلويه هنلاقي ان الاسنان السفليه مش باينه اصلا. دي بنسميها ديب بايت او العضه العميقه. العضه العميقه طبعا زائد الجامي سمايل. فلما عملنا استطاله التيجان وركبنا كراونز بالهالود سمايل شيد او بلون الهالود سمايل قدر يظهر لنا السنان السفليه لان رفعنا كل الجزء ده. عامله زي الستاره فعلا نازله بالظبط كده. وطبعا اختفت الجزء اللثه تقريبا تماما وحلينا مشكله تخبط بالظبط. على فكره الاربع اسابيع فيهم 3 اسابيع انتظار التئام بس. يعني يعني مش بتيجي كل لا كم زياره؟ يمكن 4 زيارات. 4 زيارات بس. 4 زيارات عظيم جدا جدا الحقيقه. انت وجودك معنا اضافه هائله لينا، اضافه هائله للاعلام الخاص بالاسنان باسلوب متفرد في النقل الناحيه العلميه والتنوع بدون شكل من الاشكال اللي هو بنقول عليه لا علميه او شكل من اشكال انشائيه. لا احنا بندخل تورس بوينت وتعدد سد المواضيع واختلافاتها والتنوع الكبير جدا في شرح المواضيع فتح لنا فهرس كبير وفتح للمشاهدين كمان فهرس ضخم جدا عشان يفهم ان علم الاسنان ده علم متنوع ومتغير الحلول ومتعدد الحلول وانه لازم نفهم كل تفصيله فيه. فانت ابدعت في ذكر هذه التفاصيل. شكرك. وانا اللي بشكرك ان انت بتلبي دعوتنا وبشكرك ان انت موجود معانا اضافه هائله للثقافه الخاصه بعلم طب الاسنان. فانت نورتنا يا دكتور. شكرا دكتور ايمن. ضيف العزيزه القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد عاطف كان مبدعا في الناس الحلوه. خليكم معنا. الصرع. الصرع ده مرض له 1000 وجه ومن ضمن اوجه الصرع انه يجي في الاطفال حاله مرضيه بيسموها بيتيمال ابليبسي او صرع الاطفال. وده مش الشكل السينمائي المتعاهد عليه في الصرع، لا الطفل تلاقيه هو قاعد مره واحده فصل
ولا كأنه شايف حاجة حواليك. هو بيبقى شايف بس مش واصل الجهاز العصبي بتاعه ان هو شايف حاجة، وما بيغمش عليه، بيفضل قاعد بس ما بيبانش عليه انه متواصل مع اللي حواليه. في الفصل بيفتكروا انه بيسرح كتير، ووالده ووالدته يقول لك الواد ده على طول كده كانه عنده توحد، بيفتكروا انه عنده توحد، لكن ده اسمه صرع طفولي او بيتي مال النفسي.